يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله للرسول صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله ورسوله في حديث إكثار السؤال على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سألوني ما شئتم، فهل هذا من التوبة لغير الله؟ لأنه شق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعتذر إليه، يعتذر إليه مما حصل، معنى إلى رسوله يعتذر. نعم.